إن اعتزاز هذا الشعب بقواته المسلحة لأنها تدافع عنه، لأن نبل الجندية هو في دفاع الجندي وبذل دمه رخيص عن هذا الشعب. كون أن يضرب هذا الشعب ويطلق عليه الرصاص وأنتم واقفون تتفرجون، والله هذا منظر لا أريد أن أوصفه أو أوصمكم بأنه لا يشبه هذه المؤسسة العريقة، لا يشبه. إن شعبنا قد أتى إلى هذا الميدان يلوذ بكم ويعتصم بكم فقط لتحموه، لأن هذا هو واجبكم، لأن هذا هو واجبكم من العار ومن الجبن أن تقفوا وأنتم تتفرجون عليه. الآن أهيم بكل الضباط الشرفاء أن يتحركوا من غير تعليمات، أن يتحركوا وينصروا ويدافعوا عن هذا الشعب الأعزل السلمي، السلمي بامتياز. لن نرجع ولن نستكين. لا تعتقدوا أن هذا الاعتصام محمي بالأشخاص الذين هم فيه، بل محمي بكل الشعب السوداني، الشعب السوداني الذي قال كلمته دولة مدنية وصبة أبدية. لن تستقر لكم الأوضاع، ولن ندخل بيت طاعة الكيزان أو الظلاميين مرة أخرى، لن ندخل مرة أخرى تحت إبط من يتحللون، تحت إبط الفاسدين. لن نترك لهم هذه البلد، هذه بلدنا، هذا بلدنا وهذا وطننا، ولن نترك. لن تستقر لكم الأوضاع، ولن ندخل بيت طاعة الكيزان أو الظلاميين مرة أخرى، لن ندخل مرة أخرى تحت إبط من يتحللون، تحت إبط الفاسدين. لن نترك لهم هذه البلد، هذه بلدنا، هذا بلدنا وهذا وطننا، ولن نتركه لغيرنا. دولة مدنية حديثة ديمقراطية، هذا ما يشبهنا. الآن يا شرفاء قوات المسلحة، تحركوا ولا تفقدوا احترام هذا الشعب لهذه المؤسسة، لا تفقدوا احترامه واعتزازه بهذا الجيش الذي كان له تاريخ في حماية جماهيره وفي حماية شعبه وفي حماية المواطنين. شكرا جزيلا. جند الوطن للحرية والتغيير، وليد التوم.